تقول لي بتحولها من غرض صناعي لغرض عقاري، انا عندي قوانين، قانون البناء الموحد، قانون مراجع لسنة 54 كمان في نصوص خاصة بتحسين النشاط، انك بتغيره من نشاط لنشاط، وبناء عليه عمل حسبته خد تقريبا 54 مليون جنيه. الشركة القابضة للقطن والغاز والنسيج دي شركة خسران، قالت له معيش، قال له طب خلاص قيم الفلوس اللي ليك على المحافظة وانت شركة تابعة للدولة. اما قيموها طلع تقريبا تلت المساحة. طيب محافظ كفر الشيخ اللي هو زكي عبدين، كلمنا عليه نبيل العزم اللي هو زكي عبدين، نفس القصة حصلت معاه في كفر الشيخ، هو قالوا عنده حتة أرض 60,000 متر قيموها، وجدوا ان المساحة اللي المفروض يتنازلوا عنها يا اما يديهم 71 مليون جنيه يا اما يديهم 19,000 متر بما يعادل ال 71 مليون اللي بيعادل 71 مليون وهكذا. وعندي امثلة تانية في الفيوم وفي الجيزة وفي القاهرة. طيب ده تعامل الدولة مع الدولة. طب بقى شوف، انا على علم وعدد من السادة المحافظين هو بيطبق هذا النظام في بعض الحالات. ده هنا تقريبا خد مني على كل متر 35 سنتي منه. في بعض الحالات خد 90% من الارض، ده حق الدولة خد ياخده، لان طول ما انت في ارض مصنع. وانا اقول لك قصة شهيرة ناس كتيرة بتتكلم عنها قد تكون مزعجة للبعض وهتزعجوا من كلام الحلول ده. شركة باعت سنة 94، يعني قبل الحكومة بتاع الدكتور احمد نظيف بكام سنه؟ ب10 سنين. كنت ممكن اقول يا عم انا ماليش علاقه بهذا الموضوع وما فيش عقود بتتابع وخلاص. الارض ارض شهيره، ارض المراجل البخاريه. وفي حته تعب بيتقال لي طبعا موضوع المراجل ده، لكن الحكومه اشترت العتبه الخضراء. شوف بقى يا سيدي العتبه، هو ده كلام ممكن احنا يعني في الكلام ما فيش احسن مننا، ما حدش يغلبنا يعني، وبرضه ما بنعرف الحق، ما فيش حد يقدر يدافع عننا اكتر مننا. الارض دي كان عليها مصنع، العقد للمستثمر قال لك يجب الابقاء على النشاط، قال لك طب ماشي، هو المستثمر ذكي، قال لك انت النهارده الابقاء على النشاط انا اخدت النشاط ونقله في حته تانية. مزبوط. تيجي تدور على النشاط بتاع المراجل موجود، فضلت حته الارض. طب الارض ديت موجوده للصناعه، لو هيحول النشاط يبقى لازم يدفع مقابل، بس المساله مش هيدفع مقابل بس، ده لازم الجهه المختصه تقول انا موافقه ولا مش موافقه، يعني ممكن يقول له انا مش موافق بدون اي مقابل كمان. لكن هو الجهه المعنيه، الارض دي تحولت من كذا محافظه لحد ما استقرت في حوزه محافظ 6 اكتوبر. تمام. في الاخر بعد المراجعه لانه هذه الارض مش هيحولها لهذا النشاط، قاعده على حالها ما تمسش منها متر مربع واحد. فكره كده ان واحد يكون قاعد وعنده حته ارض قدامه وخدها مصنع ولا خدها مزرعه وراح حولها تاني يوم لعماير وفيلات، الكلام ده مش موجود غير في حالات تكون فيها الجهه الاداريه المختصه مقصره، كحالة تقصيرها في حالات كتير. انت عندك مثلا 4-5 فدادين في البلد، فروح تحولت هذه الارض الى مباني، لا يبقى مين هنا اللي قصر؟ الجهه بقى المختصه الاداريه. الجهه الاداريه بقى لها حق الازاله وحق التعامل والكلام ده، لكن في علمنا وعلى الاقل السبع شركات اللي احنا مسؤولين عنها واي شركه اخرى جات بتعاقداتها، كل جهه في الدوله، محافظ، وزاره ماليه، جهاز مركزي المحاسبات، رقابه اداريه، شهر عقاري، وده برضو على فكرة ده أثير في موضوع تاني مثار دلوقتي، ويمكن هيجي رئيس الشركة القابضة المعنية هيكلمك فيه في يوم، شركة طنطا قال لك ده المستثمر عايز يمشي الناس عشان الحتة ديت المتر فيها ب20,000 جنيه. صحيح. طيب عندك فيها حظر انها يمكن ان تحول. طيب لأي هذا الكلام مقنع جدا، وعلى من يقول العكس يظهر بالدليل، ويا ريت يظهر بالدليل. صح. عشان يوقف بس هو النهارده الموضوع بتاع المراجل ده بقى ايه اللي وقفه؟ ما اثاره يعني مساله ان يثير الراي العام مشكله، دي في حد يعني في حد ذاتها شيء جيد. صحيح. يلفت نظر. صحيح. المسؤول بيطلع للمحافظ. طيب. بيطلع واحدة الحقيقه يعني انا مبدئي شخصيا ومبدأنا احنا هنا في برنامج مصر النهارده هي فكره ان احنا نستمع الى الكلام، وعلى من يثبت العكس او من يدعي العكس يثبت هذا الكلام بالدليل. طيب تمام. حضرتك عايز تقول رقم؟ لان انا عندي دقيقتين عايز فيهم سؤالين. فحضرتك عندك معلومه. لا صاحب المكان. لا مش صاحب المكان ولا صاحب الدكان. اتفضل. انا كنت من 3-4 ايام الحقيقه قلت كلمه هنا ومش عارف ممكن تلقى صدى عند حضرتك ولا لا. انا فكرت وقلت احنا ليه ما عندناش دبي؟ ما عندناش دبي. من ناحيه ايه يعني؟ دبي فيها حاجات وحاجات يعني. لا يا ريت ناخدها كلها من غير الحاجات اللي مش عجبانا. طب يعني احنا ليه ما فكرناش دبي الامارات خلقت مدينه اسمها دبي؟ احنا عندنا زي ما قال الشيخ محمد بن زايد حاكم دبي، قال لك دبي دي اتعملت ميه ورمل. مش محمد زايد ده ولي عهد ابو ظبي. ولي عهد ابو ظبي. تقصد الشيخ محمد بن راشد. محمد بن راشد. مظبوط. قال لك عندنا ميه ورمل. كويس؟ وعملنا منها دبي، بس عملنا بتخطيط سليم وعملناها مدينه جاذبه للاستثمار، مدينه حره جاذبه لرؤوس الاموال، واصبحت عاصمه اقتصاديه مهمه في العالم. كويس.
احنا عندنا فيش اكتر من المياه والرمل. وعندنا بعيدا عن تعقيدات المحافظات والدلتا عندنا اراضي كثير يمكن ان نبدا فيها النهارده عشان يبقى 10 سنين عندنا مدينه زي دبي. ما عندناش غيره ان احنا نعمل ده ليه؟ احنا عندنا عدد من الاماكن. شوف اللي يصلح دبي يصلح لدبي. ما بقولش ان هو لا انا مش عايز دبي دبي. انا عايز النموذج. واللي يصلح الدوحه واللي يصلح ابو ظبي واللي يصلح امر طرابلس وبنغازي يصلح أمر. كل دوله لها نظامها. لكن النهارده انت عندك مزايا في مصر لو كانت متاحه لدبي كانت عملت برضو ما يمكن عمله. انت مش بس عندك ميه ورمل, انت عندك بشر. تمام. وده اللي بيخلي دبي لو قدرت انها تقوم بهذا الموضوع بدل ما فيه نسبة مواطنين اقل بالنسبة للعمالة الخارجية كانت هتزود عدد المواطنين للعمالة, ولكن هي قلة السكان عندها هي المانعة. انت في حارة مصر عندك عدة اماكن, واحنا مع رئيس الوزراء كنا بنتناقش في هذا الموضوع مع وزير الاسكان, كان في اجتماع مخصص لهذا الامر في اطار تخطيط اراضي الدولة والمجال اللي فتحه النهاردة قانون البناء الموحد. انت عندك عدة اماكن في مصر تستطيع ان كل واحدة منها تكون ذات طابع فريد وخاص. الأقصر كمنطقة جذب للسياحة بس بشكل متكامل, شرم الشيخ النهاردة وما وصلت إليه. عندك منطقة اسمها منطقة السخنة على بعد ساعة من مكاننا هنا, فيها كل الأبعاد السياحية والصناعية والإنتاجية وعلى بعد 55 دقيقة من المطار. عندك مدينة رشيد بالتراث التاريخي لها بالموقع الفريد. دكتور ما أنا عندي كل دول بس ما تحولوش للي أنا عاوزه. شوف هو أنت محتاج أول قرار. لا محتاج قرار ومحتاج قدر من المرونة في اتخاذ هذا القرار وتنفيذه طبعا. لكن ومش محتاج اخش في بيروقراطية العمل الاداري تتعمل دولة ليها تخرج بره مجلس المحافظين, تعمل مدينة انا اسف تخرج بره مجلس المحافظين يبقى ليها مجلس امناء يبقى زي ما عملت في الأقصر تحت المجلس الاعلى. حاجة شبه كده. النهاردة شرق بورسعيد ده مخططها بمدينة تسع اكتر من 1.5 مليون مواطن بربطها ببورسعيد القديمة بنفق وجه بانشاء سيادة الرئيس بانها تبقى اكبر منطقة صناعية, ودي هتبقى اقوى حتى مع التطوير من عدد من المراكز اللي طيب. انت ده محتاجين ان احنا نتكلم فيه بس هي فكرة محتاجين ان احنا نتكلم ونفتح لك بقى الخريطة على 8-9 مدن في مصر تستطيع كل واحدة منها ان تجذب هذه المصريين بيغيروا غيرة يعني إيجابية. لما نلاقي دولة شقيقة زينا عملت نموذج رائع في سنوات وأصبحت واحدة من عواصم الاقتصاد في العالم فطبعا حصلت لها الذات وبتاع, بس احنا نقدتهم على ما وصلوا ليه. وانا كنت من اكتر المدافعين وهنا في هذا البرنامج اما قال لك تجربة دبي انهارت والكلام ده, انا كنت من اكثر المدافعين ليه لانه استثمروا مش بس في الحجر, في البشر وفي نظام وفي تطوير. مظبوط. شهور وهتبقى افضل من مكان. دكتور محمود حضرتك شرفتني. انا هطرح على لا شرف مبارك بس احنا عندنا كلام كتير لسه. انت ضيفنا يعني لاسابيع قادمه لان في النهايه انا معني بمجموعه من الملفات. بس على احنا خلصنا موضوع المدنيه خلاص, اوضحنا موضوع الارض وقلنا موضوع ان الخصخصه اتقفل كان وسيله ومش هدف في حد ذاته, وان احنا في البرنامج الجديد لا في اتحادات عاملين مساهمين ولا في مستثمر رئيسي, ولكن في نظام يرفع بقواعد الكفاءه في استثمارات اكتر. النهارده نظفت محفظه هذه الشركات, عندك عماله محترمه في الشركات النهارده, عندك 325 الف عامل معتبر في صحيح. هذه الشركات يستطيع ان هو يتحرك واما تستقر اوضاعه. احنا النهارده بنبشره بهذا النظام. مفيش مستثمر رئيسي, مفيش حد هياخد هذه الشركه بغته, ولكن نظام للتطوير والتحسين والكفاءه, وتفاخر بقى الشركات بقدرتها على المنافسه وانها تشيل عن نفسها مآسي ومشاكل الماضي. يعني هو ده المطلوب. الاسبوع القادم هيبقى لنا مناقشه ثانيه. النهارده فتحنا كل المحاور علشان نشغل يعني ذهن المشاهدين بالتفكير فيها معانا علشان فكرة الحوار المجتمعي ده يحصل. هنلتقي الأسبوع القادم والأسبوع اللي يليه علشان الملف يتقفل إن شاء الله. شكرا جزيلا. هترك لحضرتك مبادرة تفكر فيها ونرد على بعض فيها الأسبوع القادم واللي بعده, وهي فكرة كيفية استثمار رؤوس الأموال المملوكة لدى المصريين العاديين. هناك فكرة بإنشاء صندوق أهلي للاستثمار أو صناديق بقى. يخليها الاول صندوق. لا هي لازم تكون اكتر من يعني صندوق. طبعا الصياغه والحكمه فيها حضرتك تظبطها. انا استمعت للحوارات مهمه لها الدكتور صبري الشبراوي واخرين كيفيه جذب قدره المصري على الاستثمار من خلال صناديق ممكن ذات عائد ثابت في البدايه ثم عائد. لا ما هي صياغتها عند حضرتك ونتكلم فيها, بس هي الفكره ان مثلا 5 مليون مصري من اللي هي الطبقه القادره كل مصري يدفع 1000 جنيه هيبقى عندنا وعاء ادخاري فيه 5 مليار جنيه يظل وعاء ادخاري, ثم نصرف من فوائده على إقامة مشروعات مصرية يمتلك فيها المصريون أسهم حقيقية. خلينا نناقش هذه لا الأفكار. لا ترد الآن نفكر فيها ونرجع الأسبوع الجاي نناقش فيها, لأن المصريين حابين يعملوا حاجة للبلد بس يثقوا في الطريقة. صحيح.
شرفتنا مع الوزير. الله يشرف مبارك. شكرا جزيلا على حسن الاستضافه. شكرا جزيلا. اتفضل يا فندم. شكرا.